اهلا وسهلا بيكم. نعمل تاني وصفه في حلقه النهارده اللي هي تارت البيكان والجريب فروت. ومقادير التارت بالنسبه للقاعده هيكون 1 كوب بيكان مطحون، 1 كوب دقيق، 1/3 كوب سكر، 1 معلقه صغيره ملح، ونص كوب زبده. بالنسبه للكاسترد الجريب فروت هيكون 1/4 كوب زبده، 1/2 كوب كريمه، 1 كوب سكر، 1 كوب عصير جريب فروت، 4 بيضات قش، 1 جريب فروت، و2 معلقة صغيرة جيلاتين. وللجارنش عندنا كريمة مخفوقة وشرائح جريب فروت. هنحط الدقيق والبيكان المفروم، السكر والملح والزبدة، وهنخلطهم مع بعض. و جايز نحتاج شوية مية علشان يمسكوا مع بعض أسهل، بس هنضرب دول الأول ونشوف، وبعدين نزود مية على حسب الحاجة. والعجينة دي هتحتاج إن هي تدخل التلاجة تجمد شوية، تمسك نفسها، وبعدين نفردها وهنحطها في صينية التارت. وهنحط طبقه من البقول وندخلها الفرن لحد ما الحواف تحمر، وبعد كده نشيل البقول ونكمل سواها علشان هي مش هتدخل الفرن تاني، فلازم تبقى السوا بتاعها يكون كامل. دلوقتي هنحط عصير الجريب فروت على النار والكريمه، وبشر الجريب فروت. وهنجيب مية نحطها على الجيلاتين، ونقلبه. هنجيب بول ونضرب البيض مع السكر، نقلبهم مع بعض، ونحضر بول نضيف علشان نحط فيه الزبدة، والجيلاتين جاهز نستعمله مع الكريمون جلاز اللي بنعمله بطعم الجريب فروت. أول ما يغلو هنحط شوية، فوق البيض والسكر، ونرجعهم تاني على النار. هنقلب، مش عايزينه يغلي، ده هيبقى بس لدرجة 85، بس حتى لو ابتدى يغلي احنا عندنا الجريب فروت الحامض اللي فيه هيمنع ان البيض يتكتل ويبقى عامل زي الاومليت جواه، لكن يفضل برضو ان احنا ما نخليهوش يزيد عن 85. اول ما نحس بيه هيبتدي يتخن شوية، نخلي بالنا، ويستحسن ان احنا نستعمل ميزان للحرارة. اوكي كده خلاص درجة الحرارة مناسبة، وهنحطه مع الزبدة والجيلاتين ونخلطهم مع بعض. هنسيبه لحد درجة الحرارة بتاعته ما تبقى تقريبا بدرجة حرارة الغرفة الأول، وبعدين هنحطه في التارت أو في عجينة التارت المخبوزة أوريدي، لأن هو لسه دلوقتي سخن قوي ولسه طري قوي، فكده التارت هتشرب
المية بتاعته والتارت تبقى طرية، احنا عايزينها تفضل مقرمشة زي ما هي. وده بيكون شكله بعد ما بيطلع من التلاجة. ودلوقتي نزوقه مع بعض، اجيب كريمة ونزوقه بفصوص الجريب فروت.